لو الحكاية فيها إن فيجو تعرفني بنفسك؟ محمد عرابي. أستاذ محمد، كلمني عن الأحداث السياسية دلوقتي والظروف الاقتصادية، أثرت إزاي على السوق؟ وحضرتك بتبيع أزاز السيار، أزاز السيارات، يعني الأسعار عملت إزاي؟ محددين بأسعار المصنع، المصانع بتبيع بكذا، إحنا ناخد تركيبنا بس، هي دي، مفيش أي حاجة، هما بيزودوا إحنا بنزود، مفيش أكتر من كده. طب أنت حضرتك بتبيع لكل أنواع السيارات ولا أنواع؟ كل أنواع السيارات، أي زي حتى لو مش عندي بجيبهم بره. طب حضرتك ممكن لو سمحت يعني تدي لي أسعار؟ لا، أسعار مقدرش أديك أسعار، إن كل يوم بتتغير. ما انا عارف انه اسعار النهارده كام مثلا، مش بتتفرقش، يعني ازاز 28 ب 150 جنيه 140 جنيه حاجات كده، يعني مش متقيدين بحاجه. ده الاختلاف السعر على حسب نوع العربيه، ازاز العربيه. طبعا كل عربيه ليها سعرها. الاعلى سعر اللي هو ازاز عربيه بي ام دبليو ناقص هو اللي بيبقى غالي، اي نوع عربيه ناقص ازازها بيبقى هو اللي غالي. اللي هو ايه الناقص دلوقتي؟ مش دلوقتي، يعني حسب ما تيجي عربيه، مثلا فولكس، اودي، مرسيدس، انواع معينه يبقى ناقص ازاز باب، ازاز نظاره، ازاز خلفي، ازاز امامي. طب المرسيدس مثلا النوع الناقص دلوقتي ازاز توصل كام دلوقتي؟ ما انا في كم 15 16 20 نوع مرسيدس. طيب تمام، وفي قديم وجديد، يبقى ممكن توصل 100 نوع مرسيدس بالقديم والجديد، وكل عربيه تختلف عن العربيه الثانيه. طب يعني حضرتك بس، يعني انا مش هطول عليك، يعني مش هتديني كل الاسعار، يعني خمس ست انواع مثلا اسعارهم مرتفعه بشكل ملحوظ. المرسيدس بتزيد، يعني المرسيدس نوع كذا نوع كذا باسعار كذا مثلا. المرسيدس السي 200 والاي 200 والاي 250 والاس 500 دي اسعار فلكيه. وصل كام مثلا دلوقتي؟ 300 مثلا او 400؟ اكتر، لا ممكن يوصل اكتر، في انواع مرسيدس يوصل اكتر. يعني انا نقول 900 مثلا ممكن، في حاجات توصل 900. طب الاقبال بقى دلوقتي على الازاز المضطر هيك صعب، اي واحد ازازه كسر هيعمل ايه؟ ازاز زماني بيستحمل ممكن يوم يومين ثلاثه 10 زماني بس، عشان بيتكسر يشرخ، لكن لو ازاز الباب اتكسر او ازاز الخلف اتكسر لازم يغيره في نفس الوقت. عربيه كيا، انا عارف ان عربيه كيا برضو ازاز بتاعها رخيص. كام؟ يعني من 200 جنيه 150 زماني 300 جنيه بالكثير. حد بياخد ازاز فيت دلوقتي 128 و132؟ يعني لو في حد مثلا، في عربيات 132 124 و128 كل العربيات موجوده في السوق. مش اسعارها مثلا دول حاجات فيتات دي نايمه بقى مثلا 50 جنيه مثلا. لا، ازاز ده ما فيش 50 جنيه، ازاز 28 و24 ب 140 150 يعني الرجاتا والحاجات دي كلها في الحدود دي. طب تمام، 130 شاهين ب 180 جنيه سعره. هل الازاز ده في نوعيات منهم نوع الجوده بتاع الازاز؟ مصانع. طب حضرتك ممكن تقول لي من المصانع الاحسن؟ مصانع احسن من الثاني يزعل. مصانع في ثلاث اربع مصانع محترمه كبيره، اللي هم اعز المحترمين الكبار دول اللي هم نوعهم، يعني في جريش وجي ام ودي اوكي وامان، دي مصانع كبيره تعتبر في مصر، لكن فيها مصانع ثانيه كتير صغيره.